نتمناه ان شاء الله الخير لبلادنا، وان شاء الله الرئيس القادم يكون وطني يخدم الوطن تاعو، وهذا ما نتمناه ان شاء الله في الجزائر. نتمنى من الرئيس القادم ان شاء الله اللي راح يزكي الشعب انه يهتم اكثر بالمواطن ولا سيما فئه الشباب. نتمنى من رئيس الجمهوريه القادم ان يكون عنده حسن تطلعات الشعب لاضافه المزيد لهذا لولايتنا الفتيه ولاد جلال هنا، ان مازال لكي يضيفنا المزيد، وكما نتمنى منه ان يزيد من قوه المجتمع المدني. مهما كان الرئيس نتمنى ان تصبح الجزائر في حله كما عودتنا، حله في الصداره العالميه ان شاء الله. نتمنى انه كل الوطنيين الشرفاء وكل المواطنين يمشوا بقوه الى صناديق الاقتراع، لانه هذا راح يعطي قوه للرئيس القادم في اتخاذ القرارات. نتمنى من الشباب والمواطنين الخروج بقوه لتمثيل الرئيس المناسب لوضعه في المكان الانسب والطريقه القانونيه، وهي الانتخاب الذي لا يكلف سوى دقائق او ساعه على الاكثر ليقرر مصير امه. نتمنى انه يكون الاقبال على صناديق الاقتراع قوي لا سيما من فئه الشباب. الشعب الجزائري راه غيور عن وطنه، وباش يخدم بلاده لازم يعطوه مظهر، يعني يشرف البلاد هذه.